السلام عليكم. المقطع باختصار راح نداهم بيوت اليوتيوبر ونطبخ في بيوتهم. الآن زياد ما يدري إني أنا جاي، أعرف شقته وأعرف مكانه، بالتالي راح ندق عليه وندخل على طول نطبخ. وش المكونات اللي موجودة؟ وش اللي موجود على طول؟ أنا ما يهمني لو أطبخ إن شاء الله سندوتش تونة. والله العظيم إبراهيم. إبراهيم السلام عليكم. جزاك الله الخير. امسك المايك، امسك. بسم الله على طول كذا. على طول. علمني. والله ما جاهز. اصبر. خليني جاهز. وش انا مصور؟ جاهز على الاقل علموني. لاني تو راجع. ما اطلع كذا كشخه. توني راجع مشتري مكنسه كهرباء الحمد لله. هول بس انا شوف صغير. شوف كيف ينظرك. والله صغير. تفضلوا. ما شاء الله تبارك. كم مكانكم؟ تفضلوا. لا هذا اللي ما حسبنا حسابه. ليه؟ هذا رز؟ لا. والله كل رز ايش يا ابن حلال؟ بساس بتاكل بساس؟ ما في وش ما في شيء. ما عندك مطبخ؟ لا والله وش احتاج مطبخ؟ ابراهيم العمري انا. غرفة نوم. غرفة نوم؟ والله ما في مطبخ. ايش تبي في مطبخ؟ اصبر دقيقة. يلا سجل. ابني واحد من ذولي نطبخهم. اجلس. والله ما تطبخهم. تعال. ما شاء الله. لا. اجد ما شاء الله تبارك الله. ايش تبي في المطبخ؟ اعطني ذا نطبخه ما في مشكلة. والله ما تطبخه والله لو اجد. شوف في واحد هنا. اي وش تبي بالمطبخ؟ ابى اطبخ عندك. لا والله. والله العظيم. اكذب عليك. والله العظيم ما طقطق. يا زياد روح المهم هذا وشو؟ حمام. ما في مطبخ. كفرات سيارات. طبيعي مستودع. يعني بالله وش بسوي؟ وش ذا البيت؟ لا اطلع برا. انظف من يوم انظف. خلاص بنساعدك في التنظيف. بس وش يا زياد؟ ما في مطبخ. هذه تدور عيالها. سمعت صوت ولدها. والله سمعت. عادي. ها هذا امسكي كاندي. امسكي. او طيب ابراهيم الفكره كالتالي يا اخي. انا بتحدى اليوتيوبر ان يطبخ في بيوته. اسمع انصدمتني وجيتني بدون ما تعلمني. طق علي الباب كسر ذا وتدور مطبخ. وش تبي؟ اشرح لي. انا مصدع. ما عندك كل شيء يا اخي. والله العظيم ماشي ولا حاجه. يعني الان انا مضطر. يلا انا طالع من هارب منكم انا وتجيني هنا. ها يلا. طيب. يلا برا. يعني ما ادخل برا. يلا اطلع معه. يلا والله طردنا. والله يلا بس يلا. والله طردنا ذا. والله ما يحشم. ما مو كسر. هات مايك. فكر له كسر ذا وتبيني ذا. يلا ماسك. الله صلى الله عليه وسلم. مره امشي. يلا كله. والله يا ذا ما يقدر. والله ولا يحش. قسم بالله العظيم انه ما يحش ولا يقدر. يعني انا رجال انا اجيك وابي اطبخ لك وابغى اسوي لك خير ومعروف لانك وحيد ما حد يحبك الا انا. ما حد جاك الا انا ولا يحبك الا ابو السعد بس. والله العلي العظيم اني لا اوري ولا اطلع من عند. اقسم بالله لا اروح اجيب قدوري واموري واجيك. والله طبعا زياد ما عنده شيء في المطبخ زي ما انتم شفتم قبل شويه. فاحنا الان جينا المكان هذا علشان ناخذ كل شيء ونروح لزياد ونطبخ طبخه زي الناس. انه اول مره اشوف بيت يوتيوبر ما في مطبخ. بس باذن الله انك توصل 3 مليون يا زياد وتطلع من هذه الشقه. ضيفوا زياد قناته تحت في الوصف. ضيفوه. واسمع يا زياد والله ما خليك تاكل دجاج خليك تاكل لحم. بس يا رب ثلاجه اللحم فيها شيء. ما في لحم. بغينا لهم لحم العيال والله بس ما في لحم. السلام عليكم. في لحم؟ لحم فيه. وين؟ اول انا يجي ما في. ايوه هذا كم كفي نفر؟ هذا اثنين نفر. خلاص انت ما تاكل يعني. يا زياد ابشر باللحم والله عكس العيال. يلا ناخذ ذا. شربي صويا لازم عشان تكون محمره ومقمره ولذيذه. بهارات صحيحه. زيت زيتون. تبي؟ بشربي. بصل مكرمل عشان مصور فقط. حبة معجون طماطم. الله يا ولد الملح مدري اخذ بريالين. ناخذ بريالين بعدين نشوف كيف الوضع. قرن فلفل وبطاطس شوية ما يضر. شوية بطاطس وعطنا طماطم وحبتين بصل وثنتين زبدة تنكه في الأخير وثلاثة بيبسي علشان مصور كمان. خلاص كذا جاهزين. خلونا نرجع بيت زياد. زياد يتوقع اني اطقطق. والله العظيم لطبخ طابخ الله لا يعقب شر. طابخ اني اطقطق. افتح الباب. افتح الباب على طول داهمه. افتح الباب على طول. ايوه ادخل. الله ابن ابليس. ايه كسرنا القدر. طيب ايه السلام عليكم. طيب طق الباب. ايه لا ما يحتاج. كسرنا القدر والله كسرنا الغطاء. بس يلا ما علي عادي. لا ما يحتاج. ايه ابشر ان شاء الله المره الجايه. الحمد لله انك عزابي. كسرنا الغطاء والله بيزعلون علينا حقين الفله. بس يلا ما هو مشكله. اسمع انت عليك الصحن روح غسل الصحن. روح انقز امسك الصحن روح غسل. يلا روح غسل. يلا يا زياد يلا قوم انت عاون وما ذلوا. يلا الوقت. ابشر بي يا زياد. والله تبي انا ثريه ولا ذايبه؟ شكرا.
يلا روح. هذول ايش بهم خايفون؟ خايفين؟ شو وريهم وريهم المنظر، والله انهم خايفين مره. طيب دقيقه، غسل صح من الحين. اي صح والله اني نسيت. والله تصرفني ما ادري، انا كان ودي اصرفك بس يلا ما عليه. عطني عطني عطني، امسك المايك ابشر. ما اعطاني مايك والله العظيم. دقيقه شغال هو صح؟ ايه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، انا اشكو امري الى الله اولا. ممتاز، انا هربت هجيت من الفيلا عشان هذه المداهمات بالغرفه، والان ما شاء الله ابتعدت بعيد بعيد نص ساعه عن الفيلا، فجاه يدهمني. ما في اي احترام، لكن مش نقول يلا منزل مقطع يوتيوب لايك واشتراك يا جماعه خير. مقطع يوتيوب اي ترى ما بقي لي شيء. كم بقالك؟ والله تخيل بقي لي شو انا اعلم. انت 2,860,000 70 تعديت، يمكن شفتها امس 80 30 30 اي بس اتوقع اذا نزل مقطع تكون لا 50 او 60 لا 830 انا شفت انت راكان تحدي قاعد انا مراقبك انت راكان من اللي يجيبه قبل. اسمع ولا يهمني سواء انا جبتها قبل او كل لا نبي تحدي بينكم يا اخي حماس يا اخي ما يطاوعني قلبي اتحدي العيال فهمت حلق شنبه ابو نوح مو والله نسوي تحدي تحليق الشنب. أيه يا اخي عندي لا انا عندي تحدي اجمل. وشو والله لو اوريك شكلك ما تدري على نيه مين. ما شاء الله ابو خليل وجميع المسلمين والمسلمات والمسلمات ما شاء الله. هذا بير قاعدين نحفر فيه باذن الله، اذا وصلنا 3 مليون باذن الله راح نفتتح البير. ما شاء الله تبارك الله. شوفوا 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 يا جماعه بالله هذا مسوي تحدي. اي هذا بحول الله وقوته راح يفتتح. تخيل ما عاد بقي الا 15% من قيمه المشروع بس. واذا اذا حققت 3 مليون تجيبها باذن الله. بنفتتح انا ابو شاير. السلام عليكم، كيف الحال؟ اشترك ما بقى شيء. انتم ما شاء الله يعني جيش صمل. والله جيش صمل الله يعزكم. الله يسلمك. اشتراك. واسمعوا يا اخوان الرجال انا ابغاه يرجع، رجعوه معانا الله يرحم والديكم. فالشاهد باقي له شويه ويرجع الفيلا. تكفون 3 مليون يوصل الفيلا، انا طالبكم تكفون اشتركوا في قناته، قناته تحت في الوصف. يلا بسم الله بدينا الطبخه. يلا بسم الله. جايب كل شيء، كل شيء جايبه. لاول مره اطبخ لحم للعيال، انت اول شخص والله العظيم. لا قد طبخت من قبل بس انت خصيصا يعني. تخيل اخر 3 مقاطع طبخ كله دجاج. انت والله ما ياخذ الله. الله يرفع قدرك. جايب لك 2 كيلو 2 كيلو وجبت لك شف بصل مكرمل. والله انك تفهم قسما بالله انك وشطه تفهم. شوف في شطه. طيب اسمع، شوف فلفل رومي. يا محل لا تاكلني خلاص. ترك لا تاكلني لا تاكلني. وين الزيت؟ يا مرحبا حيا الله ابو. ولا ما في زيت؟ في زيت زيتون يا اخي. زيت زيتون علبتين نخليها مدهنه بشكل تكفى. ابيها والله ابيها مدهنه كذا. لا فيني مدهنه. طيب بسم الله. خلي يحمى اول شيء القدر. في زبده. ليه زبده؟ الزبده هذه اخر شيء تخلي الرز فيه نكهه. شربي بشربي والله يا ابو. المشاريب علي. ممتاز، انت نسيت المشاريب لكن علي. لا جبت مشاريب. شوف مشاريب، شطه، ملح. دايت الملح الزايد والله العظيم خليه هنا. لا والله خذه معك. الله يسلمك. لا والله بحطه لك هنا. اسمع دايت ومع كبسه حاشي ما تصير والله. يا اخي لازم حق الضمير فهمت. لا طيب والله انت بشربلك بئس يا ابو. ايوه حط الاثنين مره. روح خلي لهم دهن. الجو شفت كيف حنيت. الله ابشر. شكرا شكرا شيك. البصل 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 وين البصل وين البصل وين؟ لا نبي كله اخ على طول. يا ولد ريحه شقه بتصير بصل بس مهم. زياد يقول لك كل لقمه هنيه تكفي 100. خلينا نتهنى وناكل ونسوي كبسه. الله عيني على التنظيف. طيب خل شوي خلينا نقلب ذا. ثوم ارمى ذا. لا الثوم ينحرق ترى. حلاوته محروق. لا بيروح بتروح نكهته. عشان ما تروح نكهته خله شويه. اسمع كلامي والله اسمع كلامي. انا خالفك الراي بس ما دامك انت اللي جاي. والله العظيم انت ادعي لي لا اسوي لك شيء لا خليك تقول شكرا. الحين صدق صدق يا زياد اشتقت الفيلا. اي والله. قديش الشوق؟ اي والله واجد بشكل. الفيلا حياه. الفيلا حياه. والله اطلع من غرفتي القى فلان يمشي بالدرج ما ادري شلون. الحين تلقى كلارو عيالها. ما ماشي اول ما اطلع منها افتح الباب واطلع برا. والله وين تروح؟ والله اروح ادج تصور وتربى. اي بعد تصوير انا شوف انا عندي روتين. ايام الاسبوع تصوير، الويكند حقي، الويكند ابي ارتاح فيه، فهمت؟ فاخلص انا يعني توصل الويكند انت مخلص المقطع. وانا مخلص المقطع. ممتاز. لا بعض المرات اصور جزئيات بالويكند. اوكي. لازم يوميا احدث بس انها حرفيا كل ويك مثلا يوم الخميس من الساعه 6 لليل لازم اخلص كل شيء. الجمعه 6 مخلص كل شيء. من 6 اوكي أروح أشوف. ممتاز حياتي. ممتاز من الساعة 6. طيب تقابل طلال تروحون بالسيارات وزي لا أول. والله طلال ما قابلته من يوم طلعت. تدري ايش سوى في غرفتي؟ ايش سوى؟ ما تدري ايش سوى؟ والله يلعب في غرفتي لعب. وانا بلعب بسيارته. باخذ حقك. بيض الله. والله باخذ حقك بلوتوث. هو من زمان يتحداني. يوم قررت ابيع سيارتي مرسل لي يطقطق. قررت بيعها؟ ما شفت المقطع انت. ما شاف ما شاف. ما هذا مو متابع السلسلة. لا بس يعني
يعني اعرف، حتى لو شفت المقطع مستحيل انك تبيع السياره. طيب يعني شفت لقطه بالتيك توك الشريطيه عيال اللي ماني بقايل، في ناس بنصحكم نصيحه مدام 30,000 ورب الكعبه 25,000 يقول لي 25 متصور 25 قيمتها فوق 250 يقول لي 25 قول له قول له بعت وبعد ما اسطر وكف. اسمع ذولي عصابه والله، ترى انا في قد شفت مقطع انهم يتفقون هم اول سياره اول واحد يعطيك اردى سومه علشان انت تفقد الامل. ايوه تقول هذه قيمه سيارتي وتبيع، تبيع مثلا قيمتها هي 150 يخلونك تبيعها ب 80 فهمت؟ كيف؟ فيحدون سعرك مره ينزلونه. سياره زياد تسوى 250,000 اكثر. وده يقول لي وده يقول لي 30,000 عليها التعديلات. شفت سومه الاخير؟ ايوه تعديلات سيارتي يمكن اعلى منه قسما بالله. الله العظيم انهم ما يحشمون ولا قدر. رساله شديده اللهجه الى طلال، اذا ما خليتك تكره سيارتك بيض الله وجهك، اذا ما خليتك تكره سيارتك. اي أيوة والله خليه يكرهها. يا الالماني اللي ما الألماني تمشي، يا اللي ما تمشي والله ما تمشي سيارتك والله. شوف انت دافع ما ادري كم فيها، انا بدفع ها شوي فلوس بس شوي شوي سيارتك اطلق من سيارته وبقدم عليك يا اللي ما وبيفوز عليك في السباق كمان. شفتم لما تتسابقون زياد سيارته اسرع من سيارتك. ان شاء الله انه يوصلك المقطع. يوصلك المقطع باذن الله يا الالماني يا الالماني. طيب اسمع، خلي البصل يحمر وبعدها نخبط الطماطم لاني ابيها حمراء. ابيها حمراء؟ ابيها حمراء. نسيت شيء. ايش نسيت؟ قل لي قل لي. نسيت شيء، البهارات صحيحه. حطها الحين؟ اي بحطها الحين، المفروض انه اول شيء قبل البصل كمان. ورق غار، حط قرفه. ورق غار. قرفه. وقرفه. شوي. ليته مطحون، لا 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 تكثر. لا ما هي مشكله. اسمع باقي الليمون، الليمون الليمون انا احب الليمون. اصول اصول. اشتهيت الكبسات صح؟ ايه ايه مره الا كبسه شرطه. والله يا سويت لهم كبسه في البر. اسالك بالله بالله كيف مره ما عزمتني اللي ماني بقايل. اسمع مره ما عزمتني في كبسه. اسمع مو في كبسه، في كشته بذبيحه. عزمني نصلخها في البر عشان يطلع. والله انك تبشر. انا ما اجي الفيلا بس اجيكم بالكشته. والله انت بشربي. الله يعزك. كنا حمر شوي. لا خلنا خلنا يحترق مره. ابي بني. انا ابي بني. البصل شوف بدا ياخذ اللون من الريحه. شيء شيء مو طبيعي الا صدق. بما انك قاعدين نطبخ وش راكي مقلب واحد من العيال. من هو؟ اي واحد من العيال قدام. والله قدام والله قدام. والله جوي جوي اسود والله. دق على واحد من العيال وطلب سلف. بنشوف الكريم وبنشوف اللئيم. مشكله كلهم كريمين بس. يلا وين جوالي؟ اسمع والله جوالي عندكم. دق دق. لا فارس فارس يقول خلني ادق فارس. دق على فارس عطاني المقطع هو. اسمع قول له قول له احتاج 50,000. لا 50,000 والله كلهم طفرين العيال. السلام عليكم. السلام. يلا حيا شلونك؟ الحمد لله عزمنا. والله قاعد اطبخ بالشقة. حياك. والله ابد والله حياك تعال. كبسة حاشي حياك. طيب اسمع خلني اقوم ابعد عن العيال. زين بقول لك موضوع دقيقة. بالله المصور كت. انا ما كت شوي. ليش؟ والله ما كت الشقة طفرت فيني مرة. ايه ابي سلف. برجع لك اول ما تنزل فلوس اليوتيوب. والله تم كم كل والله ما بيكثر عليك يا ابوي. يقول عندك من ريال للي تبي مفتوح لا نهايه. والله والله ابد يا اخي الله يرفع قدرك. خمسه بس؟ اي والله خمسه. انا الحين استي سي زدها خمسه زياده. اي والله انت بشد. ونعم والله ونعم والله ونعم والله نجحت بالاختبار. والله نجحت والله. اختبار من اكرم شخص في فيلا باور. الحين انت رقم واحد يا سبيعي. والله ونعم. اسمع عليه من اللي بعده. فايروس 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 فايروس. دقيقه اصبر خلنا نضيف الان معجون الطماطم. ما يرد ما يرد. طلوا لي ما يرد. عطنا بطاطس على طول. تسقط بطاطس؟ اي سقط بطاطس. طيب الثوم. الثوم اخر شيء ترى الثوم ينحرق. تبي نكهته قويه ولا ما تبي نكهته قويه انت؟ ابي ينطبخ طبخه. نزله نزل نزل على طول. اخبطها كمان كامله. يا ويلي الريحه. بالله كيف المنظر يا ويل ويلي. والله باذن الله اني لارضي معدتك. تبون مفلفله ولا ما مفلفله؟ ابوه بس بتقصه؟ لا حطه كذا. ايه بس لا صدق والله الحين كيف الفله؟ والله الفله جميلة. اوه سلام. زود 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 خلها تكون محمرة بس. ايوه الحين يصرخون يا رجال. حتى جبت معاهم ابو شردان يصايح معهم. بالله روح مع عقل. اي لا ديك سميته ابو شردان. والله شيء رب الكعبة. حطه يلا حطه كله. بسم الله. اسمي انت خرجت يا ولد. اي لانه حار اكيد بيخرش. كيف انا انت اللي بتقلب؟ والله ما خليها بخاطرك. تقليب اللحم عشق يا اخي عشق الصوت. تكفى خله لين تعرق.
ابشر، انت وش تبي بس؟ انت تآمر وسم ولبيه. انا ابي اذوق اليوم شيء ما قد ذقته. والله اللحم الطبيعي لونه واضح انه يقول 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 المثل من زان حمسه زان طبخه. زان طبخه اي والله، الحمسه نص الطبخه اي ورب الكعبه. يا ويلي الريحه، والله الريحه يا اخوان. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، ودي اعزمكم والله. اسمع، تبي الريحه كمان تقول تقول كذا؟ حط ابوه، والله انك تفهم، والله نشم الريحة، والله انك تفهم. حط الريحة زيادة، حط ابشر بي، حط كل شيء. باقي شيء؟ حط يا شيخ، حط بكبرك انت. رح انا اوريك منها منها. لا ورب الكعبة لا تلف، توديها مزرعتك هناك بالفيلا. فكنا 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 ورب الكعبة تاخذ قطو عندي هنا والله العظيم. لا الفيلا كلها تخلص. شوف بالله، شوف الله، تعال 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 عطم زوم اوت هنا الحين. صدق اول ردة فعل اخذتها علي انت الان. انا لما اتذكر زياد اتذكر موقف، تذكر يوم ستي سي بلاي حفل الشراكة؟ ايه اتذكر. صار موقف بيني وبينك انا ذاك اليوم، فهمت؟ وش هو؟ قلت لك ليش ضايف كان في تويتر وما انت ضايفني؟ اي والله تذكرته تذكرته. دخلت على طول كذا، فهمت؟ على طول صدمني. المشكلة انا ناس يعني ابراهيم العمري كان وقت اي وقت اي كنت داري وما كنت اشتغل في مكة. ايه ما طيب كنت اشوفك. انا وش اول موقف كذا دخلت في بالك فيه؟ هذا الموقف ولا قبلها في شيء ولا؟ دقيقة خلني اتذكر. المشكلة انت قديم والله. اول موقف خذيتها منك انت اغرب واحد انت تعرفت عليه. ليه؟ ما كذا يعني ما كان بيننا ما في رابط، ما في رابط، ما في كيمستري ابدا. بس كل يوم تقرب 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 تقرب، يعني ما في صدمه كذا. قلت هذا شو اسمه عكس مثلا ابو سعد. ابو سعد ابو سعد دخل هوب. لا ابو سعد صار موقف بيننا، كنت اشوفه دايم كذا الحاله يمشي الحاله ما بعرف احد ومستحي. فوش دايم اكثر شيء تكسر على طول الصداقه؟ انك يعني ايش اسمه تزحف عليه، يعني تقول كلام تطقطق عليه. اتذكر الكلمه اتذكرها والله. انا زليت قلت ما اقدر اقولها مستحيل. فهو لف على طول كذا نهض اعطاها ضحكه ومشى. من بعد انا يا قسما بالله مره لا تصور ضحك. اتذكرك رب الكعبه. لا مره انا انت لما تشوف شخص توك تتعرف عليه تخاف، فهمت؟ وتاخذ وقت اللي انت تدخل معاه. هذا على طول دخل في عين ابو السعد. اصلا ابو السعد يوم والله حتى حتى انا لما قال لي ابو السعد ترى ما صدقته، لانك انت ما شاء الله يعني شخص مو مره يعني تزحف. لو كمستك فهمت كمستك يخبط. ايوه اي بس انا شفت طول اسبوعين اسبوعين يجي يجلس ساكت ما يسوي شيء. فانا كنت اتابع. انا صدق قبل لا يجي يدخل فيلا ما كنت اعرف ابو السعد مين حتى انا زيك. طيب فرحت يوم شفته، رحت قاعد اشوف الا شخصيته اسطوريه مره. اصدمك بمعلومه، تدري بصراحه خلني اساعدك. اسمع تدري اني دخلت باور باور ولا اعرف ولا واحد من باور الا فارس؟ كثير كثير الا فارس. اصلا ابو السعد كان يكرهنا كله يعني. عطني مويه يعني زي شونق مثلا. شونق ما شاء الله تبارك الله شهرته عالميه، فهمت؟ ايه اقسم بالله ما كنت اعرفه. يا رجل يوم دخلت باور، دخلت باور اخوي اوه دخل باور اوه ابراهيم مع باور ولا مصدق، فهمت؟ وانت ما تدري. انا ما ادري هذا زياد هذا ركان، فهمت؟ انا مصور كذا سنابه كذا بسيطه، فهمت؟ كنت داري كان ابراهيم يداري ماسك احمد شو، ماسك احمد شو حق فيفا قسم فيفا. ما شاء الله قسم فيفا عندنا فشل على طول. لا والله حقنا فشل. اسال 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 العيال والله اني غار مني والله. احنا حلال انا اوريك. المشكله اني ما اقدر اخليك ما تاكل، فهمت؟ عطني مويه بس مصور ما ياكل. انا اوريك في ميزه بور يشوفونك رب الكون ميزنا بميزه. يشوفون مثلا عندك ابراهيم وركان ما نجحوا اداريين، قدام صنع محتوى. والله اني نجحت كاداري، ارقامي كانت كويسه مره. يا ابن الحلال اداري ثلاث صفقات كلها فشلت بسببك. ليه الان بنقفل عليه المده 25 دقيقه ولا 25 وبعدين مع الرز بياخذ وقته. احسن احسن الله يكثر خير. طبعا ما حد كسر القدر وما حد بيتغرم يعني. بيغرموا نواف دالحين بعد شويه. حطه كوارث طبيعيه قل له طاح فجاه. يا ولد هذا ايوه الساتر. يا ساتر ما توقعته كذا. بسم الله شوف اللون، شوفوا شوفوا منظر اللحم. طيب ما جبت سكين شيء انك نحوس؟ لا يا رجال والله العظيم انه مستوي باذن الله. مش وش يا ولد الله يا اللي غسل الرز انه. انا والله العظيم لو اني رايح بيت ابو عمر كان صرف لي. جاي بيتك ما في ولا شيء جاي وتتنقد بعد توني ناقل ما قلت بسم الله.
جاب لك مطبخ كم الرياجل؟ حبيبي ادفع، رحت شفت المطابق 15,000 اقل واحد. من وين لي؟ لا بيشتركون عندك ان شاء الله ويرجعونك الفيلا. اي والله مطبخ الفيلا ما يقصر. والله يا ابو عمري تكفى. والله انت بشير بي قسم بالله. الان الكبسه جاهزه ترى ان شاء الله. انها جاهزه ان شاء الله. اول اخي اول مره اذوق اكل بيت من يوم جيت الشقه. تنكتب التاريخ. وشو؟ سلم عليك سلم. لا ابو سدي. سلم عليك. حبيبي على راسي. بسم الله تكفى ابو عمري. والله انت بشير بي. والله انت بشربي يا ويل ويل ويلي والله انت بشربي يا ويل ويلي يا ويل ويلي. ها كيف قره قره والله ضبط والله قره بشربي والله يا الله يعز الوجه والله ولا يعز عليك امين. عطني الصحن يا ولد نصح انت تكفى قلب امه. اول شيء ناخذ الكشنه بالطريقه هذه، ناخذ معه شويه رز بالطريقه هذه اقلبه قلبه تكفى تكفى قلب. طبعا اعذرونا على القصور. ايه ورب الكعبه ترى شقه الدنيا 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 حبه حبه اثثها. يا سلام بالضبط 100,000 لايك في يوم نعيد التجربه مع يوتيوبر ثاني، انتم تختارونه اكتبوا لنا في الكومنت وصلوا لنا 100,000 لايك نسوي لكم التجربه مره ثانيه. 3 2 1 بسم الله. الحمد لله الحمد لله اخيرا. السلام بغي ما شاء الله تبارك الله. شوف الحكاكه شوف حكاكه. عطني بدون حكاكه. شوف شوف دق بس يا ولد تحرك. ابى بسوي لك بسوي لك حكاكه. تحول ذا تحول ولي الزومبي. حره والله انت بشرومبي. حره خليني بغسل يدي. هذه كبستنا للشيخ زياد في بيته. الله يعزك والله العظيم انك تستاهل قسم بالله. يقول لك من يوم سقى كلب دخل الجنه وانت اكلتني والله. تكرم والله. لا يعني طيب اسمع الان وقت التقييم بس لازم. انت وش قلت؟ قلت تبغى حكاكه. اي مالك 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 اجنب طلع حكاكه يبيني اكل حكاكه بس. طيب انت قلت تبغى حكاكه. والله ابراهيم ها صدق انك يعني صدمتني والله صدمتني. توقعت افضل من هذا. هذا قليل الادب والله ما قم قم امزح ما غلط. والله العظيم انه اسطوري ورب الكعبه. قيمه من 10؟ قيمه من 10 والله 9.5. حق النص حق وش يا بخيل؟ النص هذا بس كذا ملعنه ما بيعطيك اياه. ليه؟ بس كذا مزاجي. لو قلت 10 بالعشره يا اخي تحس اني ما استاهل. لا 9.5 وش تبي؟ اي بس يا اخي 10 يا اخي عطني السبب اللي نقص. خلاص 10 ممتاز بارك الله فيك. يعطيكم العافيه على المتابعه. لا تنسوا اللايك والاشتراك. في حال وصلنا 100,000 لايك في يوم واحد راح نسويها مره ثانيه مع يوتيوبر ثاني. ولا تنسون توصلون زياد 3 مليون ابغاه يرجع الفله. والله العظيم انه فقدناه فقده عظيمه. لكن اشتركوا عنده. السلام عليكم. شيكوا على متجر باور تلقوا رابطهم تحت في الوصف. في اشياء جميله جدا ولا تنسون كودي ابرا وبالعافيه عليكم.